السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الأشغال مستمرة بشارع طارق بن زياد، وكما كتلاحظوا معنا هنا إزالة التروطوار القديم باش غادي يدار جديد إن شاء الله، والتراساج راجع بواحد شوية للخلف على أساس تما فين غادي يدار التروطوار جديد إن شاء الله. فنتمنوا من الله الخير. عملية توسيعة مستمرة كنشوفوها في اليمين في اليسار الوسط، أشغال متنوعة في انتظار أنه يتحل المشكل ديال الناس اللي جاو جنب الطريق. فهنا بداو كيديروا القوات، نتمنى من الله أن الدواتير تسرع شي شوية، لأن صراحة ولاو الإخوان السائقين والأخوات السائقات كيعانيو في ظل هاد الوضع هذا. كنتمنى من الله ان الاشغال تسرع، خصوصا كنهضروا على تغييرات كبيره في مدينه تماره وبعماله صخيره تماره، خصوصا بعد توقيف عامل عماله صخيره تماره ومجموعه من المسؤولين. فنتمنى من الله الخير لهذه المدينه، واكيد خير جاي لقدام ولا تساهل مع الفساد. فنتمنى من الله ان الامور تقاد، لان في الوقت اللي كنا كنتظروا الاشغال في شارع طارق بن زياد في المجالس السابقة كانت خاصة تسوى الوضعية ديال الناس اللي جاو جنب الطريق، حتى كنتفاجئوا أن الأشغال وصلت لهاد النقطة هادي وخاص ولا بد تكمل، حتى كنتفاجئوا أن هاد الناس هادو كاملة خاصها تسوى الوضعية ديالهم اللي جاو جنب الطريق. وللتذكير فقط، فهاد الطريق هادي تقريبا غادي هادشي كله تقريبا اللي كنشوفو في الجنبات غادي يريب الحدود واحد، أنا أعطيكم الحد تقريبا في هاد الحد هذا اللي وصلنا ليه هنا، بالمقارنة مع الطريق اللي دايز قدام هاد المشاريع اللي في اليمين واليسر، ففي هاد الحد هذا غادي تكون الطريق الموازي لشارع طارق بن زياد، اللي غادي تعطينا واحد الصورة جميلة لشارع طارق بن زياد. والبرارك اللي كنشوفو هنايا ان شاء الله هادشي كلشي غادي يتحيد، وغادي نشوفو مجموعة من الامور ايجابية، توفر السكن اللائق لهاد الناس هادو كذلك، وتكون الامور مزيان. نتمنوهم الله الخير والتيسير للجميع، وفي انتظار ان الاشغال تحرك مزيان وتسوى الوضعيه ديال الناس اللي جاو جنب الطريق. فانت كل الخير لهاد الناس هادو والصالح العام يا ربي، والله يدير لي فيها الخير. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.